يا ريت كل يوم اصطبح بهالوش الحلو، لو القهوة من تحت ايديكي كمان، لا هيك كتير. الله يساعدني عليكي، كيف بدي اقضي هالعمر انا وياكي؟ كيف؟ بعينك حتى الله. القهوة من ايدي مرت عمي طيبة، شكله قولي لي ما طيب بين ايدي، قولي لي شكله. والله ما في شيء من تحت ايديكي مش طيب. قولي لي شكله، هلا جبيني حتى لي اقعد انا وياكي اشرب فنجان قهوة هيك على الهدوء على رواق. يا سلام، في احلى من الصبحية مع هالوش الحلو؟ حدا يقول لي. ولتكرم عينك يا ليلى، دمعة يا ليلوشي دمعة. الوش للوشها هاي. يا اهلا وسهلا فيكي يا مرت عمي، والله حضرتي وما حضر واجبك. حبيبتي اهلين فيكي، لك اهلا فيكي التأهيل يا ليلى. عسمني بسم الله، سمي القهوه. اي والله سلم هدي. وادعي لها مرت عمك، ادعي لها. الله يطول لي بعمرك. لك وعمرك وعمر مشاهدينك ومحبينك واهلك، كل اللي بتحبيهم. اي والله من ايدين ما نعدمها يا مرت عمي، اطيب فنجان قهوه عندها الصباح. صحة وهنا، صحة وهنا. مرت عمي انا رح جلي جلي القهوه ورح اقشر البصلات لانه اليوم بدي اكل من الصياديه من تحدياتك. حبيبتي انت تكرم عينك يا ليلى. هول البصلات انا مجهزتهم من بكير، كم بصله بقشر يا مرت عمي؟ بس كتار عمو حبيبتي انت. كتار؟ بدنا ثلاثه حتى نقليهم بالزيت منيح ليحمروا. بس ثلاثه بدي اعمل؟ بس للصياديه. ما هن المي تبعتهم بدنا ناخذ، احنا ما حناخذهم هن. اها. نحن هلا خواصر بناخذهم. طيب. حطي لي البصلات هون مرت عمي اللي بدي اقشرها. الرحمن الرحيمات انت. الثلاثة حنعملهم اربعة لنعمل كبايتين. بيطلع اطيب. ايه بنعمل كبايتين رز ليلى. يا ايه لكان هيدي كمية مناسبة لكبايتين رز. صحيح صحيح. ماشي رح اقعد اقشرهم. اعملي معروف قبل ما تقشري، حطي طنجرة على الغاز وحطي فيها زيت. أول شيء. أول شيء. قبل التقشير. أبدا. لبين ما الزيت حمي بنخلطهم وبنقليهم القلية حتى يحمروا ويصيروا دم ابدا. قشرت البصلات ومرت عمي اخذتهم من ايدي وفرمتهم مباشرة فوق الطنجرة. صح. هلا نحن شو حطينا هون؟ عمو حطينا زيت. حطينا زيت لانه انا اساسا شايفين بهيديك الطنجرة الزهرية انا كنت قالية سمك، فمرت عمي قالت اجت والله جابها. كثير بيلبق للصيادية، اخذت من الزيتات يلي بالطنجرة وحطتهم بهي الطنجرة السوداء. عمو شو الطعم علي؟ طيب. تعطيها طعمي طيبة. طيب. والبصله ما منزخرها ليلى حبيبتي. كيف؟ لا مكبره. شايفين كيف؟ لانه هلا بدنا نرجع نقشها نقليها ونقشها، هلا ببين عليك. كنت فرمتهم انا يا مرت عمي. اما حبيبتي انت انت ولا انا حر واحد ها؟ ها؟ انت صبيه دموعك دغري بتنزل، انا اخذت يارا دموعي بتطول. لك ست الصبية والله. الله يطول بعمرك. وبرني جماله. الله يطول بعمرك وعمر ولادك وعمر امك يا رب واخواتك. حبيبة قلبي. هلا بعدين هالبصلات من بعد ما يحمروا يا مرت عمي بنصفيهم. ايه يا عمو حبيبتي هلا شوفي لحتى يحمروا يصيروا لون لون بردي بني غامق غامق ليلى، بنحط لهم مي وبيغلوا مع المي وبتسمر المي. والله كثير بحب الصيادية. ايه والله هلا لتاكلي صوابعك هلا شوفي هلا لحركهم انتوا عم بتفرميهم. طول الغاز اعملي معروف ليلى. يلا ريحة البصل. حبيبتي انت لاحقة لاحقة، اعطيني مهلة بس بسيطة بس بطولي كثير. لا يقاوم. طولي بالك علينا شوي اذا بتريدي. في شغلة مهمة، ما يروحوا يكتروا زيت بالطنجرة يعبوها زيت لحتى تحمر البصلة ما بتتاكل، بدي نحطه بكعب الطنجرة. ليك تعال شوفي وين الزيت؟ عن جد وين الزيت ليلى؟ ايوه ممنوع ينكتر زيت. عمو حبيبتي بهالوقت اعملي معروف ما فيها السمكات اذا بتريدي. تمام يلا. ليكون احنا قديش جايبين؟ جايبين كيليان سمك، هذا سمك بسموه هون سمك العرموط. الحلو فيه انه ما بيجي فيه الا الحسكه النصانيه. يلا رح ننظفهم. مرت عمي وهذا السمك صار جاهز. بسم الله يغزل عين سلمك. شو رايك؟ شفتي ليلى؟ شفتي ليش بنحط البصله قبل؟ ليكي نظفت السمكات وخلصتيهم. ليكي البصله لسه ما احمرت. لسه ما احمرت عن جد. ليكي بياخذ وقت. ليكي لسه بدها وقت اكثر؟ لك ليحمروا كلهم اذا فيها ابيض. اكثر من هيك؟ اكيد اكيد ليعبقوا منيح ليلى حبيبتي. لك انا هلا شو بعمل بالسمكات مرت عمي؟ حطي لي ملعقتين ملح وملعقه بهار صغير ابيض وملحيهم. يعني ملح وبهار ابيض؟ ايه عشان نملحهم ونقليهم. يلا مرت عمي حطيت ملعقة صغيرة بهار أبيض وهذا ملح. لسه بدك ملح؟ حطي حطي ملح عمو حبيبتي أنت حطي. إذا ما كان مالح ما بين أنا بيفرط. بيفرط إسا. إيه إسا حطي إسا إسا. إيه بس يا حبيبتي بس سلم دايتك. هلا بنخلطهم وبنملح السمكات فيهم. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي ليلوشي؟ هلا ها بسم الله هلا بنسوي. ما تزفري إيديكي أنا بعملهم. يا تفضلي اعملي إذا بتجي. نعمل وحدة ليلى أنا.
مصرة في ملح وسمك بسم الله. ها مصرة ما تعمل الا زفر ايديها. شفتي كيف بنرش فوق السمك كله رزاز من برا رزاز. ها يا شاطرة انت يا ليلوش. يلا قربي قربي يلا قربي باللي ايدك باللي ايدك باللي ايدك. خلصنا تمليح السمكات. يلا هيك البصلي ها صرت هلا تمام لايكي هيك بدنا اياها ليلى. والله لك لا تعطينا لون حلو للرز. ها ما تقولي والله احترقوا. لا ما احترقت ليلى هيك المفروض هيك يكون لونه مكان عشان الرز يطلع حلو. يلا عمو حبيب تعطيني مي اذا بتريدي. يلا yeah. سمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله عم اهلك مرت عمي عم اهلك الساعة؟ ايه الرحمن الرحيم بسم الله مرت عمي قد ايه بنحط مي؟ عمو حبيبتي قد ايه بدك تعملي رز؟ كبايتين اربع كبايات مي. اها ثلاث كبايات رز ست كبايات مي مندوب لهم مندوب لهم. وهذا الرز غسلتهم منيح هيك يا مرت عمي؟ الرز الحبه الطويله منيح سلم تلبق للصياديه. صحيح صحيح سلم ضيق. شو بنعمل هلا؟ هلا عمو حبيبتي بدنا نسقط السمك للقلي. انتبهي دخيلك يا مرت عمي تكون الزيت حمي. لا تخافي بهرب انا؟ بسم الله بطلع لبرا؟ يعني انت اغلى مني يعني حياتي لا اكيد لا بعدي انا بقليون. لا بسم الله بسم الله عم اهلك بسم الله فزعتها لمرت عمي. ايه والله خوفتك. لك يعيشوا هالديات. بسم الله الرحمن الرحيم. تكرم عينك يا ليلى. يقبرني يلي لابس جينز اليوم. تكرم عينك يا ليلى. شو هالجينز الحلو. هلا حتى شفتيني. شو هالجمال. الصبح قاعدة عندي. حطلعتي فيني. حبيبة قلبي. حتى إلا لما تعمي كلمة حلوة هيك. هلا انت بتعرفي حالك حلوه ما في داعي أحبي. لمين يندحك هلا فكرتي يلا شوي. طبعا عم شيل الجليات انا دغري اول باول ما عم خليها تدقرشي ابدا لانه بس تشوف ملقعه بالمجله دغري تركض بتجلي. عمو حبيبتي انا بحب هيك انت هالشغله طلعتي لي هالدبي. صحيح انا ما فيني خلي شيء على المجله. صحيح مرت عمي بيضلوا يسالونا ليه ما في شكه جلي على المجله. ليه ما في شكة جلي يا ليلى؟ ليه ما في شكة جلي؟ عمو حبيبتي أول شيء بتاخذ محل على المجلس. بتاخذ محل. بتضيق. صحيح. ثاني شيء بتضلها مطرطشي من هون ايه. ومن هون ومن هون. ايه. نحن شو بنعمل؟ بنجلي بنطبهم بننشفهم بنرجع كل شيء محله. صحيح إنه بنجلي بنحطهم هون بس ينشفوا أو بننشفهم بالفوت المطبخ وعلى الدكك دغري. بتلاقي شكة هلا مبقسة، هلا موسخة، هلا أو أخذت ايه كلس. أو مكربة بالفنجان والملاعق والصحون. صحيح. ايه دغري من ساعتها كل شيء خايب بتضل المجلة. بتضل المجلة فاضية ونظيفة. قلبي قلبي. شو يا مدامي؟ لانه زيت حامي لايكي لايكي ها بسم الله الرحمن الرحيم ها او ما لزقوا لايكي ها بسم الله شفتي هالسمكة ينزلها عن جد كنت خايفة ليلزقوا لا كيف بدي لزق زيت حامي والنار قوية ليلى عمو حبيبتي ما بيلزقوا لا يعني السر انه يكون النار قوي كثير اكيد لازم يكون النار تحتها قوية عشان ما يلزق يا ليلى والزيت حامي على الاخر شفتي ما احلاها البصلات شو البصلات خايف تعال شو في يغزل عين ها بسم الله ما شاء الله هذا لا ملح ولا بهار ولا شيء ليك لون المي بصل ومي لايكي طرجي طقي مودي يا ليلى سخصني انا طقي مودي خليك تشوفي رويح على الفوضى نحيت نقعت البقدونس هون مشان الصوص اطيب شيء بالصيادية انه فيها صوص الصوص شو يا مرت عمي صوص الطحينة طرطور مع بقدونس مع بقدونس ف نقعتهم بالملح رح شيلهم صفيهم وافرم لك اياهم بفرموا الناعم كثير مثل التبولة ايه بسم الله وافرميهم ناعم مثل التبولة مثل التبولة يا شاطرة مرت عمي نعم. بدنا نفتح البطيخة عمو حبيبتي والله جي عبالي البطيخ عمو حبيبتي خاصة بعد أكلة رز وسمك أو صيادية بتبل القلب بتبل القلب عن جد تمام هيدي جود ليلى نفتحها هلا تمام يلا خدي مرت عمي هي صينية بسم الله مين هاي السكينة تمام سلم ضيق لا نشوف هلا أقولك بتطلع حمرا ولا بيضاء كمان يا عندي وحظك هلا انا وحظي انت وحظك شو خص حظي انا بسمي بسم الله ابنك جابها هذا هو ما خصني انا هو نزل على السوق الرحمن الرحيم انتبهي ايدك دخيلك يا مرت عمي الرحمن بقص عنك لا بسم الله ها ليكو طريقة مرت عمي يا حظ ليلى يا حظ ليلى ايه والله ما شاء الله احمر احمر يا ريت ما قد حظي يا ريت قلتي حظك يا حظي انا الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك شي بيشهي رح قطعهم هلا احطهم بصحن كبير بعد غدا صيادية غير شكل حيكونوا البطيخ عن جد بيبل القلب على الاخر مع انه الطقس بلش يبرد شوي بس بيضل طيب حبيبتي بتضلها طيبة بتضلها طيبة بتضلها طيبة
اسم الله اسم الله الله يبارك. دوقي من عندك، تعال دوقي من عينك، تعال انا بعرفك بعرفك. اذا ما لا لا ما تكبريها كثير، ما تكبريها ما تعملي ما كثير كبيره هي. بدي دوق لقمه انا؟ ايه صح. ولا بس انت؟ ايه صميها بيني وبينك. هلا زبطت معك. تعال دوقي من عينك، تعال تعال انا بعرفك. شكلها شكلها وريحتها تفضلي. لك يعيشوا تفضلي. لك يعيشوا يعيشوا يعيشوا. عينك يا ليلى. الله عينك. غير شكل. ادوق معك انا كمان مشان سيرك. ها بسم الله. شو رايك بهالتقطيع يا مرت عمي؟ سلم ديتك ليلى. على ذوقك. تمام. يا عين. هلا بنتركم بالبراد بعد الغداء غير شكل. صح. ببلوا القلب. صح. بس عن جد طعمتهم قطر يا مرت عمي. حبيبتي عنا حمرا يغزل العين. كثير طيبة. ما شاء الله طيبة. شوفي ليلى. لكن كيف استوت البصلة؟ شوفي. لكن كيف نامت؟ دبلت على الاخر. شفتي يغزل العين؟ ما شاء الله لكن شو بنعمل هلا؟ هلا عمو حبيبتي بنجيب النصفين بنحطها هون بنصفي الزوم بقلبها. بنصفيها بطنجرة ثانية يعني. وبنكب البصلة. بعطيك النصفية؟ ايه اعملي معروف اعطيني النصفية جاتريدي. انا جليتها. حطيها هون بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ بسم الله هادي بدي احطها هون. ايه عشان ما نوسخ شيء. هادي وين بدي احطها؟ هاتي هاتي عنك. هاتي هاتي عنك مرتين. سخني نار. بسم الله الرحمن الرحيم. ها بسم الله الرحمن الرحيم. بنوص الغاز على الاخير ليلى. بسم الله. دخيلك على مهلك بحمل عنك ولا هي مانها ثقيله يعني. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنصفيهم اجباري هيدي المرحله. عشان ما ضل بصله بقلبك. ها ما بدنا نرجع نكل نكيل الميات مرت عمي؟ لا عمو حبيبتي اذا كيلنا ما هن عم يغلوا عم يطير منه. ايه ما هن عم يتبخر منه يمكن نعوز ما بتعرف. ما هو مشان لانه ايه. يمكن نعوز لا عم نتبخر. هلا بس نسقط الرز بنشوف نحن. ايه برافو عليكي يا شاطره. ليكو مرت عمي كيف عم تمرت ايه. البصله ايه. مرت بنحاول قد ما فينا مي ننزل منها ولا لا بننزل عشان ناخذ كل خواص أيوة البصل. ايوه صح. وبتعطي اللون بدنا اياه اللون اللي احنا بدنا اياه وخاصة عن الزيت زيت سمك ف يا ليلى اخ يا ليلى اخ اكلي اكلي غير شكل هلا بتجيبي لنا ملح هلا البصلات هول للكب بقى للكب هلا شو بنحط بالطنجره؟ هلا ملعقة ملح ايه على الذوق كزبرة يابسة ملعقة صغيرة سبع بهارات ملعقة صغيرة ورشة كمون إذا في إذا طيب. في كمون منه ضروري يعني سبع بهارات بقلبه كمون طيب. هذا السبع بهار والكزبرة وهذا الملح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بإيدي أنا بسم الله الرحمن الرحيم يعني تقريبا ملعقة صغيرة اها نكهة نكهة ليلى بسم الله وهذا البهار المشكل كمان ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة مع مين زلو؟ نزلوا بسم الله الرحمن الرحيم والله ما بدها إلا كزبرة وسبع بهار وملح ملح وبس ملح دايما حسب ايه على الدواء بنحط هلا ملعقه بس على الدواء لانه السمك مالح عرفتي ليلى؟ صحيح مشان يطلع الاكله مالحه ليلى عمو حبيبتي انت عصري الحامض كم حامضة؟ كم حامضة؟ عصيري شي ثلاثة مشان الطراطور لا الحامض بندوق طيب ممنوع دخ منزيد منزيد ايه وطحينة نص كبيت طحينة هي وهولي الحامضات صاروا جاهزين والجليات عم نجليهم اول باول يلا. شو قولك غلي يا مرت عمي؟ ايه عمو حبيبتي غلي ليك جيب الرز؟ لك جيب الرز هلا تتدخر الماء يلا هذا الرز بدي احط هذا وين؟ هاتي هاتي عنك هاتي نار نار انتبهي بسم الله يلا. الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم منا مصفيتهم كنتك منيح ما كبي ولا حبة رز كنتك منا مصفية الرز منيح عز برجع بقول لا منيح أحسن من ذلك أحسن أحسن بساعد بمد إيدي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كده رز حبي طويل يا رز أمريكاني أمريكاني صح ها. بسم الله الرحمن الرحيم العز ده الرز والبرغل شنق حوله بس هلا البرغل شنقله مسامين الركب مرت عمي وهي البقدونسات فرمتهم منيح فرمون هيك ولا بنعمهم اكثر؟ لا تمام سلم دايتك ليلى هيك الصح هيك الصح هذا المظبوط ولا لكن الرز اللي عم يغلي بننوص تحته على الاخير بنعمله بلاش يغلي؟ ايه لكن هيك بننوصه على الاخير يا صاطرة ما شاء الله الريحة شفتي؟ بننوص على الاخر بنخفف النار على الاخر يلا عمو حبيبتي هلا سمكات انت بتغديهم بتفصفصين انت يلا رح فصفصهم فصفصهم ايه حجم كبير ولا بزغر؟ حبيبتي بنحطه على الوش فيك تصغري فيك تكبري مثل ما بدك انا بحس اذا كبرنا احلى مثل ما بدك شكله احلى مثل ما بدك عمو حبيبتي انت يلا خذي فصفصين هلا بدي حمص تقلوبات عمو حبيبتي انت ها بعطيك اياهم بسم الله اكيد جهزت لها اياهم انا
الكاجو والجوز واللوز هذا بيطيبهم. عم تاخذي من زيت السمك يا ورد عمي؟ اي اطيب عن جد؟ اي والله اطيب، ما هو كله سمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ها ها بسم الله، هذا هو غير هيك ما بدنا. ها شفتي يا شاطره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي. شكرا. مشى عنا الغاز ليلى. بالكل شيء اللي بياكل وقت هو الجوز. اكثر شيء بياخذ وقت؟ الجوز بالقلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ها طبعا بزيت السمك رح يطلع طعمته غير. اكيد ليلى اكيد بيعطي نكهه طيبه. وبعد الجوز شو بنحط؟ بعد الجوز بنحط اللوز. وبعده الكاجو. الكاجو دغري بيحمر. هلا اللي ما عنده الا صنف واحد يحط، واللي ما بده يحط ما يحط، ما يحط ولا نوع. ما عنده ما يحط صح. لقيتي قلبي لقلك، لقيتي الرز كيف عمل سقوب. انتبهي. يا الله على الريحة. ما حدا يحكي لي الريحة خيال يا جماعة، الريحة خيال. يلا أنا رح كمل تفصفص السمكة. إيه فصفص. حبيبتي خلص الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك. بسم الله. والسمكات منيحة. والله ركيتي صوبعك هلا. والسمكات تفصصوا سلم دياتك. لك دياتك. والحلوبات تهيروا سلم دياتك. هلا سلم. والله يعود عليكم. حياتي. وهلا بقي علينا نعمل الطراطور. آه يلا. يلا. نسمي بسم الله. بسم الله. الطحينة. الطحينة. هي طحينة العراقية. والله بتشهي. اي والله. كثير طيبة. بسم الله الرحمن الرحيم. بس نعمو حبيبتي بنحط شي كباية. كباية يعني ها. ما شاء الله. انت كيف ليلى؟ كباية. خلص هذه هي. إذا ليلى احتجتي بكرة بتعملي طازة أطيب. اه لتاني نهار اذا ضل صيادية لبكره. ايه اذا ضل صيادية لبكره وخلصتي طراطور بتعملي طازة عادي. يعني الطراطور ما بيضل لبكره؟ بركي كلتون عمو حبيبي. اذا ضل بيضل. 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 ما بيغير طعمته. لا 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 ما بيغير. ها بسم الله. تفضلي المي. طحينة اصلية 100% ليكي. شغل العراق هيدا. خز العين. منا كلمة وكلمتين. يعني منا مغشوشة ابدا صح. تفضلي مرت عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومي شرب. اعطيني شريط عمو حبيبتي انت. يلا هيدا. المضرب اليدوي. نسمي بسم الله. ما منكبه كل الفرد كبه. شوي شوي. ما يجبل معنا. لنشوف قوامه كيف رح يطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هيكي اول شيء. تعلمي يا شاطرة. تعلمي يا شاطرة. اول شيء قديه هيك بتحسيه بيقرش او بيقطع. بعدين بيصير قوامه ولا اروع من هيك. شفتي؟ شفتي؟ ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فينا نقول مرت عمي قوامه بده يصير مثل اللبن. مثل اللبن. مثل العسل. مثل العسل عمو حبيبتي. مثل اللبن. مثل العسل. مثل المربى الطري المطبوخ طري. اها مثل ايه ايه مثل الدبس. ميت شغله. ها حطينا شيها مي وطحينه. بسم الله عمو ليلى حبيبتي. تفضلي. حطينا حامض ولقيناه جمد كثير. فينا نزيد مي ما يخافوا. اها سمعتي؟ ايه تمام. بجيب لك الحامض؟ يلا اعملي معروف. يلا هذا الحامض معصور وجاهز. يا عيني عليك يا ليلى. بسكب لك انا. ما حبيبتي شوي ما ينزل البزر. عن امرك شوي شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. برافو عليك يا ليلى. رح صفيهم من البزر. عمو حبيبتي بس في بزره وحده بس ما في غيرها. ما بتأذي ليلى ما بتأذي اذا بحط لسه؟ ايه كبي شوي لسه. بس. بس. بسم الله. هلا بتجيبي لي ملح. يلا. حط بايديك بس بس, بس. انتوا بتزيدوا على الطلب ليلى. خلي كل شيء حلو انت بتزيدي صح. عطفي سبع بهارات ليلى بتفي. ملعقه صغيره نصها رشي هون اعملي معروف نكهه بس بس خلص. وبابريكا نتفي يا شاطره. شوف البابريكا وين البابريكا. هيدا البابريكا شي شوي بايدك احسن ما بمسخ هيك ايدي. بحط هيك ايه نتفي عمو حبيبتي انت. ايه بس بس ايه بس هيدي هي. هلا حبيبتي جيبي ملعقه ودقيهم اعملي معروف. دوقهم؟ ايه مشان نعدل فيهم. تكرة معينك. ألف طلب مثل هالطلب. ها ها يا لطيف يا لطيف. كله مشان تكرة يا لطيف. ضحيتي على الوطن كل طلب مثل هالطلب. كل طلب مثل هالطلب. ليكو قوامه ليكو. ليكو هيك لازم يكون قوامه ما هيك مرت عمي؟ ولا اسمك من هيك؟ هلا اسمك اسمك. اسا؟ لكن. دوقي بس عمو حبيبي. بسم الله. حط لهم. بدهم شو؟ طيبين بدهم ملح شوي. بدهم ملح اكيد؟ اكيد. ما بدهم حامض بقر؟ لا بجنن كثير طيبين. هلا بنجيب البقدونس المفروم. البقدونس كله يا مرت عمي؟ لا حبيبتي ما بنحطه كله اكيد. قد ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله بننزل على قد الطبق اللي عملناه. بسم الله الرحمن. يعني هيدي باقة كاملة. هيدي ضمة كاملة صح. قد ايه حتحطي؟ بسم الله نصة. الرحمن الرحيم ها؟ نص باقة. والله لا تاكلي صبيعك اليوم. الريحة. اليوم عن جد ليه صبيعك نقطة. يا لطيف. شيل المزح هيك اسا شوي. هيدي اسا شوي بقدونس. اسا بدون؟ بركي ما قدوكي. أنا عارفة ما حيقدوا، عارفة، آخ آخ،
بتحبي اللقمة الطيبة يا رنا؟ والله أنا كل شيء من تحت ديتك. صحتين. ما بقول عنه لا. صحتين عمو حبيبي. حطينا تقريبا ثلاث أرباع الباقة. لك يا سلام على الروايح الطيبة يا سلام، لك الله لا يحرمنا من هالطلة. بتكرم عينك يا ليلى، بتكرم عينك يا ليلى. وأخيرا سكبنا. شيء رائع، رح زينهم أنا بالسمك. إيه أكيد، مشيناهي. شو رأيك؟ أنت هالمنظر، أنت شو رأيك؟ عجبك اللي تصفصفت وحدة مثلك شو رأيك؟ هذا هو، يا ساطرة أنت، يا ساطرة يا عايقة ها. حياتي. حلوين. طبعا ضل لسه سمك، في لسه اسم الله خير الله. أكيد. بس قلنا مشان يضل الرز مبين. مبين، الرز البني. صح صح. حط هلا لوبيت ما بتعمل انت اكيد ها. بسم الله الرحمن الرحيم. كاجو ولوز وجوز يا ليل يا عين. يا سلام. طبعا اذا بدكم فيكم ما تحطوا لوبيت. في ما يحطوا يا ليلى. وضع اليوم ما بيسمح في ناس، عرفتي؟ الله الرحمن الرحيم. حط الصحون على الطاوله. تفضلي. يا سلام والله شيء بشهي. تفضلي يا لكن. ست ليلى تفضلي. ليلى حبيبتي انت وين كف كده بنعبي فيها وين ما يلا يلا طياره بدنا نسمي بسم الله. طيب بدنا نبدا لك اياهم. وهي الكفكير يا مرات عم يصبي. نحن بنقول لها كفكير ما بعرف انتوا شو بتقولوا لها. كفكيره كبشايه ملعب كبيره اللي هي كله صح. الله الرحمن الرحيم. هلا هي بتتاكل انه بنسكب بالصحن وبنحط الصوص فوقها يا مرات عمي. عمو حبيبتي فيكي فوقها فيكي جنبها مثل ما بدك. ذوق هيدا. بسم الله. هلا الصوص كيف منصبه يا مرت عمي؟ عمو حبيبتي انا فيني حط على جنب الصحن. ايه. وفيني حط بالكيسه لحال. انا بحبها جنب الرز. بدغري مباشره على الصحن. بدغري بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف اشتهت قوام الطحينه؟ لطيف يا ليلى. عن جد ليكو. صوبيعك وراهم. قبل شوي كانت رخوه. تخيل ليكي. ما شاء الله. عم بحط نطفه صغيره. ايه. ما كثير. هذا ذوق ليلى حبيبتي انت. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ يلي ما بيعرف هالاكله او منه عاملها حد هيدا الصوص جربوها. أكلة ملوكية يا جماعة. بنعمل بالأفراح ليلى بالعزايم. بنعمل بجميع. لكن إن شاء الله أيامك كلها فرح. إن شاء الله يا ست الكل أنت. إن شاء الله والأويلة يا رب. لكن حياتي حبيبة قلبي. لكن هون نحن رح ننهي الفيديو تبعنا لليوم. آخر شيء بدنا نقلكم إياه إنه نتمنى تكون عجبتكم فكرة الوصفة تاعنا لليوم. واكتبوا لنا مرت عمي تحت بالكومنتات أسامي ووصفات مش هتتشجع تيجي لعندي ونعملهم أنا وياها. أنا شوف شو حيطلبوا هلا. ان شاء الله ناطرين. نقولنا اكلات شتويه يا جماعه. اكلات دسمه. لك حبيبه قلبي ان شاء الله ملتقانا بفيديو جاي باذن الله. وان شاء الله تضلي بخير انت ومشاهدين. وانت بالف خير. تفضل لناكل نحن وياك اذا بتحبي. اي والله انا ماني مصدقه بقى امتى. اهلا وسهلا فيك ببيتك يا ليلى. حياتي.